الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ومجيب الداعين وغافر ذنوب المذنبين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، صلى الله عليه وسلم. درسي ما أنت هو درسي أفرية طمناد من شهر رمضان المعظم، شهر رمضان المبارك، ودرسي أما جلسدي أفرية طبناد أيان ما أنت كترنا موضوع ما أنت وحي هاي بشهر رمضان وما يبلنت هاي، وعلي هذا شهر القرآن، شهر الصبر، شهر الإجابة. ما أنت وحاوي وحا النبي قلنا أمري ورنو شيقي بشهر رمضان دعاء إني مستجابتها وحور الدعاء البديه وقت قاعد أفور إنسان مركز أفور إنسان إيه وقت كستبه، وخاصة عند الإفطار عند الفطور. وإن ذلك دينته دتك شعبك اللي دعية نول بوحور رب أسقى أو قلب قيسة ما يشبك تيفرت إسب دعاء مستجابة وي وأنا مالين كسته إن إلهي تقتنى الربا. موضوع وحي موانع الإجابة أقبل كدعاء محارب أو منعية معان دعاء لو أقبلين سبب توام معاي تاسوي موضوع ما أنتو في قصة بسنية وعن قصة قابنا إياه تلمامها سوى صعودة وحيالها سبب الدعاء هرتاقا أودي دن داود شركة إني قشو ومحاي نقتار كمركة أتكتت wuxuu ku leeyahay daawo ku qoraya waxa laga yaabaa daawadaas inay ku anfacdo waxa dhici karta inaysan ku anficin ayaa laga yaabaa had maxay sababta ay tahay daawada ay ku anfici lahayd waxa laga yaabaa daawada tankeeda inuu yar yahay waa gairu faal tankeeda yar ama waxay weeye saameyn jirka kuma sameyn karto iyo cudurkii ma difaaci karto ama waxa laga yaabaa inay dhacday ayaa laga yaabaa أيسن متقان أيسن فعال هين وحيالة بدن باكرة مركا وحيالة الدعاء علية أيان كشي كينينا رقم ككوبات موانع الإجابة وحيالة الدعاء هرتاغن والدعاء لو أقبل لا يهي كو وحاكم ذا غفلة القلب قلبي او انشوغن اي روحي مسلم كاها الهي بريا يوليها يا ربي يا ربي اللهم اغفر لي يا رزاق يا فتاح قلبي ما تشوغو وهو يوانو ما دونتا الهي ما اقبله من قلب غافل لاه ساهن قلب موك وح الهي او بريا وحكله اسوغو الهي بريا يا موبيل كسورنعيا تليفون كسورنعيا مركز لي هيا معاتر اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة هيا ولا ما صعونيسو ها قلب الله غافل باتهاي وإنات الهي قلبك قحرتا والدعاء قلبك قحرتا كو رقم كوباد وحوي والدعاء اللي اقبل الهي هاي غفلة القلب قلبك يبان شوقن وعوي غفلة القلب إعراض عن الله تعالى إلهي أول لك سيتشي استوي نن أصبا وحكو ويدي سنة يكاسي تشيدا هنا واكو قليلا واكو يسي ها وما قدر الله حق قدره إلهي قدري دا إيا ما موسك إيا شرفت أو كام دنيها نقم دنيها ما أنا الله إيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رزاق يا الله يا الإله معيش القلب كابري إلى أولا وقرب كابري تليفون في وحدنا قبنا ودي مني ميا تشوتش صلاة دي بكتشرة صلاة ودعو مركاسو بهالكي بأرشدا موبيل كي عشان صلاة دينا وكتشرة صلاة داس وصلاة ساعة دعاء يعني وهو وغير مقبول يعني خلاص أهان ما كان سوق قابي وهو ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه وعاقبه بالمعيشة الضنكة
ninkii ilaahay ka sii jeesta ilaahayna waa ka sii jeestaa shaqo kuma leh ninkii ilaahay ka sii jeestaahuna wadeeca allah meel xun buu ku socdaa ilaahay nagama sii jeesto markaad ilaahay baryaysaan oo weliba bisha ramadaan fii kulli saaca salaadka markaad joogtaan salaada kadib cinda alifdaar khaasa markaad afuraysaan oo cuntada lagu soo hordhigo intaadan afka la gelin waxaad tidhaahdaa duco oo dhan fi dunyaa wa fi laakhira duca shaamila la rabaa oo weliba ma'thuura can innabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga laga soo guuriyey iyo mid ducadii adiga markaas aad rabtid ilaahay in la baryo weeye naftaada u ducee awlaadda u ducee waxa weeye dalka u ducee diinta ilaahu noo ilaali dheh roob ilaahu nasii dheh arsaaq waasa ilaahu sid wax alla waxaa rabtid markaasaa la helaa waa duca mustajaaba nin maantao dhan soomana afku qallalana calooshii mataqaana ay tacbaan tahay allahu akbar markaasoo kale rabbi wuu aqbalayaa ducadu waa mustajaaba adducaau mukhu lcibaada ducadu waa dhuuxii cibaadada taa ogaada marka waxa weeye qodobkaas halkaasaan uga baxnay weli waa ku dhex jirnaa qodobkaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaalaa fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah cadaab waxaa iska leh qoomka qalbigooda uu qalalan yahay oo dikriga ilaahay iyo qur-aanka ilaahay iyo soomkii iyo sadaqadii iyo qur-aankii uu ka qalalan yahay qalbilqaasi waa qalbilqaafil kaas wuxuu leeyahay ilaahay cadaab buu u sheegay waxaa la rabaa marka qalbigaaga inuu jilcaa waxyaalaha qalbiga jilciya oo daawada qalbiga u ahna insha allah fima bacdu ayaan sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaah wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu ugu goodiyey oo sheegay dadka aan raxmada lahayn inaan loo naxariisanayn sida nebigu uu noo sheegay sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam ruuxa aan naxariis qalbigiisa ku jirin ilaahay uma naxariisanayo arraaximuuna yarxamuhum araxmaan sidaasaa la rabaa waxa weeye marka waxaa la doonayaa nebigu ilaahay wuxuu ka magan galay min qalbi lqaasi min alqalbi lqaasi qalbi engegan oo qallan nebi maxamed oo aad taqaaniin oo nebiga ilaahayah oo nebiga sharafta lahaa oo qalbigiisu qoynaa ayaa ilaahay wuxuu ka magan galay ilaah waxaan kaa magalay qalbi qallalan oo engegan ha oo waxa weeye shaydaanku uu dhex seexdo oo ku dhex haaro oo ku dhex saxaroodo ilaah kaasaan kaa magan galay ha qalbigu marna waa mayid marna waa xayi markaan dikriga ilaahay ku jirin oo wanaag ku jirin waa mayid markii dikriga ilaahay qur-aanka ilaahay ku camiran yahana waxa weeye waa xayi waa shaqaynayaa ha waa shaqaynayaa markaas laakiin hadduu demo maxaa kuu shaqaynaya korontadu hadday kaa danto bis weeye nuur baa meeshan ku jira nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama waacuudu bika min qalbin laa yakhsha ayaa ka mid a ilaah waxaan kaa maangalay qalbi aan khushuucsanayn ha wa dacwatin laa yustajaabu lahaa ayaa nebigu ilaahay ka magangeli jiray waxaa la rabaa marka ninka ilaahay baryayo oo tuugayo oo raba in rabbi ka aqbalo gabadha doonaysa ilaahay inuu ka aqbalo qalbiga soo xaadiri qalbi qaafila lama rabo sidaasa la rabaa waa kaa nebigu leh udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay tuuga oo barya oo caabuda adigoo yaqiinsan in rabbi kaa aqbalayo laakiin haddaad ilaahay barisoo tidaahdid bal aan jaribo in laga aqbalaya in kale taas maya wax lama aqbala ee taas waxaa la rabaa muuqin bilijaaba adoo yaqiinsan inaad mataqaanaa ilaahay tuugtaa la rabaa subxaanahu wa tacaala waclamuu ana allaha laa yastajiibu ducaaan min qalbin qaafilin duca qalbi qaafil ilaahay ma aqbalo waxay tiri saxaabiyadda jaliilka umu dardaa waxay tiri ida qshacara jilduka wa wajila qalbuka wa darifat caynaaka fadcu llaha yastajiibu lak umu dardaa waxay leedahay jirkaagu markuu qaban dhacoodo oo cabsida ilaahay ay gasho qalbiguna khushuuco ilmuhu labada indhoodna ooyaan ilaahay bari waa laga aqbalayaa horta weli ma ooydi ilaahay dartii ma u ooydi isweydii
ونبي قوله صلى الله عليه وسلم قرآن كما قد أخرنا إسان أوية هدادنا أويينا فتباكو أوهن إسكا كان منافقنا مما تاسوك لي أوهن إسكا كان إس أوي سببت وحاوية وحو قلبي قل له أوي وايي أدقو قرآن كأخرنا إيا عذر باكو ترى قلبك مركا واحد دنبو النبي قوله أوية مصيبة كو هايستة قلب إجيك كو هايستة تاسا لأوية ها وإن الله إذا تاس مر هذا القرآن كأخرين آدم أويه مركي هست الله صاروا موسق الله صاروا أت فرحة يسوساس لا داعي وحوهي قلبك هذا شيء دام باكوك هذا شيء قلبك الله إنه هجاتي قلبك هل هجاتي قلبك روحه طول توصه بسوي والحديث كي نعمان بن بشير رضي الله عنهما معيري إن الحلال بين لكن محاودا بي حديثك ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب شرك حبين باكو طالة حبين تاسو هدي حماتو شرك يؤلوا حماتي إنهي قلبكي شرك يؤلوا هدي هقاكتنا شرك يؤلوا هقاكي نبي وحيروا قلبك طبكو صومالا ميلا قدميو دار الدمية قلبك هو دار الدمية خدي دار الدميو كاحو ما هذا هالشيء مرك قلبي جهل هجاتي بشانه وبش التوبة وبش الدعاء إلهي اللي بريي قلبي جهل هجاتي ولا ريال وعليا هاي لينك محدث كها وينا علماء سلف كمذاها ثابت البناني وعير إني أعلم متى يستجيب الله دعائي ويقول إلهي مركو دعاده إيقا أقبليو أنوان أقانا سيدكو التقان ويقول إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وذرفت عيناي ووفقني الله للدعاء علمت أن الإجابة تتبع ذلك ويقول ثابت البناني زاهد عالم عابد محدث وركمان نولا ساسوها وعير قلبي بيقو مركو خشوعو تشيركونا ودريم عبسيدة إلهي لبادة إلمو نمركي لبادة إلمو نمركي الميان إلهينا دعاة إوافتيو مركاس وي مركا لايقا أقبرايا لأن أجيب الدوحي لسعوتا خشيادة إيا خوف إيا دعاة لسعوتا نمبر كالباد ودعاة أن لأقبلين ترك الدعاء عند الرجاء وقلته حال الضراء وعوية روح مركو لديه دعاء هذو كتره إيا شكر نغى إلهي مركي لقبتو تجلسيه عند الضراء وشدة وقعماته لما أقبله سببت وامحي وحاوية وعليها النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مركا لدنتهي الله أقونسو إلهي أمهد علي إلهي عابد إلهي بره لكن مركي قال لي تتترهد يا ربي يا ربي يا ربي لا تاسمية عرورتها ديسا تاعتكو أهين مركي تردان وحالي هذا بروليو إبا آمس أبو واجرنا إن الله لقاها على شيء حنون إيسا وري الله فانكوري مركو هروي مغلوي إله خالقا إيكو أبو ري إي أدو حب إيه بيهو يدحل يدكو هاي 9 أشهر الله أكبر إله سنة حسوس النووي إله هنا قدر النووي قضب كالبا دواكا سببت نوحي التهي إلهي وحليه سبحانه وتعالى حب اللنقاضي روح بريئ إنه إلهي كأقبل أيه روح عن بريئ إنه إلهي إنه عرون أيه أي يا رب الشيخ والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل دعاء وحي أنفع ذا بلا يكامقا وكاعليني وحي صوص عضوك أسيوينا وكافض ذيني ها تنكي داير واحتركي داير أيضا خفيفة أما تغان دي صولي ذا وعوية فلارتا ابن القيم الجوزية حقا كهالي
أرنتان قاسك وحلقة هلا كتاب هذا الزهد والرقائق أي لقى فيري أو لقى هلا كتاب شيخ اللي إمام الغزالي حجة الإسلام أدب وقه الله قد يدع دعاء إيه وحوي إله سيد الله وحرمه إله سيد الله بريو حديث لم يكتب القرآن لكن كتاب أبن بحاجرته ابن قيم الجوزية كتاب كيس اللي يرى الدواء الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل الدواء سيدوك على كتاب كيس اللي يرى هذا كتاب عجيب وأسن ليه ها لكن كتاب هذا وعكلو تشره حافظ ابن رجب الحنبلي صدح ذان وعجيب لنك صور راعاه الشيخ خلو أصنع عالم هاجرة لك أسكال آداب الدنيا والدين رقو هاجرة خاصة مواضع ذان وعليه هاي الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بقول سديتني يلح من سورة البقرة وعلي وإذا سألك عبادي الطومد هديك ويديان عني أنيق حقيقة فإني قريب إلهي مركة تقمديس الدعوة ديسة إلهي إيا الدعوة إيا وح لحيها مجران فقل ميا فقل ماها فإني قريب ألا فقل إني قريبا ميا قل وابدنتها فإني قريب دق دق سرعة emergency إسلام مركبة ودهلي وعد كنت ترى فإني قريب إلهي وحولي أجيب وان أقبل دعوة الداعي ننك إتوق أي الدعوة دي سواء أقبل إذا دعاني مركو إتوقه فليستجيبوا لي ورئيقات دعاء دلبا وليؤمنوا إن الرمية لعلهم يرشدون هنون بابا لقاه لا دعاء ده ننك الدعاء ده هطوبة ديو والليبان إلهي وحولي لي سورة غافر آية 60 ادعوني استجب لكم ورئتوغا ورالهي بلا شحاضه انت من بني ادم شحاض الهي الهي شحاض الهي شحاض كاس كوكو تشعل يهي ان الله يحب الملحين في الدعاء الهي عيال الشحاضه قعنت الهوس انت الروح بنادي ادير عرورته ويغا دباتي سنتهاي وحياله فربضن او تجربه الرجل سلف كاي سميين او يعني waxa weeye su'aashii wixii banaadamka ay ka xishoodeen oo rubisiya noo soo socotay sheegid doona mustaqbalka insha Allah Allah wuxuu leeyahay halka innal ladina yastakbiruna ud'uuni astajib lakum war waa idin ka ajibayaa ituuga oo maxaad Allah u tuugu weyna maxaan Allah u bari weyna innal ladina yastakbiruna an ibadati tuugmadeedi ducadeeda kuwa iska weynaysi oo le anigu uma baahne ama si aan xasuusnayn ba نارتي بيجليان بربير سيدخلون جهنم الداخرين نار جهنم يجلي والعياذ بالله إلى هيبا وعكلي هاي وروح حربت وقصنا إبر ما كان هذا مرة بو أنا لا سوكر أنا لا عاوي بأش عالمك ورسالة الإسخاء أنت اللي تكذو وعوي إله النصب له اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا وأغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء وارتاس كله إلهي بره إلهي با خلاص عدوك الله أكبر إلهي بار نحن رحمة نسينا إياه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وارتقوض بشهر رمضان هلا بديو إلى كعبسك هلا بديو صدقة هلا بديو قرآن أخرسك هلا بديو تسبيح أذكارك هلا بديو وشهر الخيرات وشهر الفرصة فرصة في العمر وي خسندها بحسدة وقتك هاي سكت ضيعنينا قيلة إيا بوق إيا دمنت إيا طرق إيا بلايها كنت ضيعنينا برواقة شرطة نعمة شرطة نعمة دا سيالة انت كاقادين هكا قادينينا وحاوهي اللو حولي سبحانه وتعالى آيات داس اللي حدما رقم كذلك سورة غافر
هل أي توج ألا ليه توج ماذا يعني الدين إله سفي عن هلا توج أو ولي جوح الربا سفي عن إله هلا توج وعليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث كوري إمام الترمذي ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء فليكثر الدعاء في الرخاء وعليه النبي صلى الله عليه وسلم روح مسلم أو إله بريا متشره توقم إله بريا إله وحس إله يعاف إله يشاف إله أولاد أي بركة إله تشيران كدرس كنو بركة مركة دعاء سنة سنة من آداب الدعاء ونص عطاء درس جيني مانتا عشر كي أفريا طبنات انتا سكرني يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.